ماذا تعرف عن الأمازيغ؟ يطلق اسم الأمازيغ على أقدم الشعوب التي اتخذت شمال إفريقيا موطنا لها. توزيعهم يمتد من واحة سيوة على مشارف مصر شرقا حتى جزر الكناري المتواجدة في المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا. الأمازيغ أو إمازيغا تعني الإنسان الحر النبيل. أطلق عليهم عدة تسميات لها ارتباط بأحداث تاريخية، ومنها الليبيون، النوميديون، الجيتوليون، المور والبربر. البربر هو اسم لاتيني يعني المتوحشون، أطلقه الرومان قديما على الأجانب أثناء غزواتهم على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، لذلك هو اسم غير مقبول في أوساط الأمازيغ. أصل الأمازيغ. تعددت الدراسات والأبحاث حول الأصل الجيني لسكان شمال إفريقيا، فالتنوع المظهر الذي يتسمون به يقف حاجزا أمام تحديد ما إذا كان الأمازيغ من أقدم الأعراق البشرية أم أنهم نتاج تلاحق لعدة مكونات جينية مختلفة. علميا يعد EB1 من السلالات الجينية الذكورية الأكثر شيوعا في شمال إفريقيا، ويعتقد أن أول ظهور لها كان منذ 5600 سنة، تمرر من الأب إلى الابن وهكذا رجوعا إلى السلف المشترك. الأمازيغية تمازيغت هي إحدى اللغات القديمة المصنفة كلغات أفرو أسيوية، تتفرع إلى عدة لهجات متحدثة حسب المنطقة، تشترك في قواعد اللغة، الصرف والنحو، وتنحصر الاختلافات في المعجم والتنغيم. أولا لهجة سوسيد، اللهجة الأكثر انتشارا في منطقة سوس بالمغرب. شلحيث، يتواجد متحدثوها في مناطق الأطلس الصغير المتوسط والكبير بالمغرب. تريفيث، اللهجة المتحدثة في منطقة الريف شمال المغرب. تقبيليث، يتحدثها سكان شمال الجزائر. تماشق، المستعملة من طرف الطوارق في الصحراء الكبرى لكل من الجزائر، مالي، النيجر وليبيا. تشاويث، وهي اللهجة المتحدثة في المناطق الشرقية للجزائر. تكتب الأمازيغية بحروف تيفيناغ، تم توثيق أقدم شكل من أشكال هذه الأبجدية منذ القرن الثالث قبل الميلاد. مملكة نوميديا تأسست سنة 202 قبل الميلاد، وتعد من أقوى الممالك الأمازيغية وأكثرها مقاومة للاحتلال الروماني الشرس بقيادة الملك يوغرطا يوكرتن، ناهجا حرب العصابات على الثكنات العسكرية. نذكر أيضا ديهيا الملكة الأمازيغية التي حيرت بدهائها وشجاعتها الجيوش العربية بقيادة حسان بن النعمان بعد أن أردتهم هزيما في عدة معارك، فسموها حارقة البيوت واتهموها بالشعوذة، بالإضافة إلى ألقاب نابية أخرى لأنها امرأة خالطت الرجال ونصبت نفسها ولية عليهم. لم يتراجع العرب في سعيهم لغزو تمزغة أي بلاد الأمازيغ رغم الهزائم المتوالية، إلى أن أحكموا قبضتهم واستولوا عليها لينهجوا سياسة التعريب بعدها. كان الأمازيغ يقدسون الموتى قديما ويتخذون من أرواحهم آلهة، إذ يقسمون بها ويستشيرونها ويتلقوا أجوبتها على شكل أحلام. كما عبد الأمازيغ قديما عدة آلهة مشتركة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط، كتانيث آلهة الخصوبة المعروفة باسم أثينا عند الإغريق، وأطلس الإله العملاق حامل السماء الذي يعتقد أنه تحول إلى جبال الأطلس المتواجدة في المغرب، بالإضافة إلى الإله آمون والإله ياكوش. يحتفل الأمازيغ إلى يومنا هذا برأس السنة الخاص بهم المعروف بالتقويم الفلاحي، نظرا لارتباطه الوثيق بالزراعة يتزامن حلوله مع اليوم الثالث عشر لبداية السنة الميلادية. اعتمد هذا التقويم في سنة 950 قبل الميلاد، ما يعني أن هذه السنة 2017 توافق 2967 عند الأمازيغ. من شبه المستحيل أن تجد جدة أمازيغية يخلو جسمها من الوشوم، فهو تقليد موغل في الثقافة الأمازيغية له مدلولات أسطورية وجمالية. بعض الأسماء الأمازيغية لربما ترقكم وتعتمدوها لأبنائكم مستقبلاً. اسم فارس أمناي، اسم أغيلاس الأسد، اسم سيفاو الناظر، اسم تيفاوين الأنوار، اسم تانيلا زهرة، اسم يوبا المستجيب، اسم أزرو الحجر، اسم إيدر العيش.